بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل مع الدرس الثالث من وحدة آليات تركيب البروتين استنساخ المعلومة الوراثية. يتركب الRNA في النواة وينقل نسخة من المعلومة الوراثية التي يحملها الأديان إلى الهيولة. لاحظ الرسم المبسط التالي، هذه نواة تحتوي على الأديان الجزيئة الحاملة للمعلومة الوراثية، وفيها يتركب الRNA الذي يحمل نسخة من المعلومة الوراثية وينقلها إلى الهيولة مقر تركيب البروتين. إذن الأديان يحمل المعلومة الوراثية الأصلية والRNA يحمل نسخة منها. والإشكالية، كيف يتم نسخ المعلومة الوراثية من الأديان إلى RNA؟ بصيغة أخرى، كيف يتم تركيب الRNA؟ ستتوصل إلى حل الإشكالية المطروحة من خلال دراسة العناوين التالية: ملاحظة عملية الاستنساخ بالمجهر الإلكتروني، إظهار دور الإنزيم RNA بوليميراز، مقارنة بين الأديان والRNA، تفاصيل عملية الاستنساخ، العلاقة بين الأديان والRNA المستنسخ، وخلاصة. أولا، ملاحظة عملية الاستنساخ بالمجهر الإلكتروني. توضح الوثيقة 2 صورة بالمجهر الإلكتروني بتكبير قوي حدوث عملية الاستنساخ، بالإضافة إلى رسم تخطيط توضيح مكبر للجزء المغطر من الصورة. لاحظ الوثيقة 2 تمثل صورة بالمجهر الإلكتروني مع رسم تفسيري لجزء منها توضح ظاهرة الاستنساخ المتعدد في الخلية البيضية للضفدع. إذن هذه الوثيقة 2 تحتوي على شكلين، على اليسار صورة حقيقية وعلى اليمين رسم تخطيطي. أول ما يلفت انتباهنا في الصورة الحقيقية أشكال تشبه الريشة، ريشة الطيور، وهي الشكل المميز لظاهرة الاستنساخ المتعدد. ففي الوسط نلاحظ خيط واحد وسميك قليلا يتمثل في جزيء الأديان، تمتد أو تتفرع منه خيوط رفيعة وعديدة تتمثل في جزيئات الRNA المتشكلة، ولهذا سمي بالاستنساخ المتعدد، لأنه يتم استنساخ عدد كبير من جزيئات الRNA في نفس الوقت وانطلاقا من مورثة واحدة. كما نلاحظ أن خيوط الRNA المتشكلة تكون متزايدة الطول في اتجاه واحد. لاحظ مثلا المورثة واحد، طرف المورثة الذي تكون فيه خيوط الRNA قصيرة هو بداية المورثة، لأن جزيئات الRNA في بداية تشكلها، والطرف الآخر الذي تكون فيه خيوط الRNA طويلة هو نهاية المورثة، لأن خيوط الRNA ستكمل تشكلها. ونفس الشيء بالنسبة للمورثة 2، هذه بداية المورثة وهذه نهاية المورثة. عند تكبير هذا الجزء المؤطر باللون الأحمر من المورثة 1 المستنسخة وتمثيله برسم تخطيطي، نحصل على هذا الشكل الذي يحتوي على 3 عناصر: العنصر ألف عبارة عن خيط واحد وسميك، العنصر ب عبارة عن عدة خيوط رفيعة مختلفة الطول وتمتد من العنصر ألف، العنصر الثالث عبارة عن إنزيم RNA بوليميراز ممثل بدوائر مرتبطة بالعنصر ألف وفي نفس الوقت بالعناصر ب. وكذلك نقول عن المورثتين 1 و2 أنها مورثات نشطة. لماذا؟ لأنه يتم استنساخها وتوجد بينهما منطقة غير مستنسخة، وهي عبارة عن مورثة أو عدة مورثات غير نشطة أو خاملة. الأسئلة: أولا، من تحليل صورة المجهر الإلكتروني حدد اتجاه الاستنساخ مع التعليل. ثانيا، ماذا تمثل العناصر ألف وب؟ أولا التحليل، توضح الصورة بالمجهر الإلكتروني ظاهرة الاستنساخ المتعدد في الخلية البيضية للضفدع. نلاحظ وجود خيط سميك يمثل الأديان، تمتد منه خيوط رفيعة عديدة ومتزايدة الطول في اتجاه واحد على شكل ريشة تمثل خيوط الRNA المتشكلة. نلاحظ كذلك أنه يتم استنساخ المورثتين 1 و2 وهي مورثات نشطة، وتوجد منطقة غير مستنسخة وهي عبارة عن مورثة أو عدة مورثات خاملة. تحديد اتجاه الاستنساخ، اتجاه الاستنساخ يكون من بداية المورثة إلى نهايتها. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك بالاعتماد على تزايد طول خيوط الRNA، إذن ويكون من المورثة 1 باتجاه المورثة 2. التعليل، تزايد طول خيوط الRNA المتشكلة في هذا الاتجاه. ثانيا، تسمية العناصر، ألف عبارة عن خيط واحد وسميك، إذن يمثل جزيئة الأديان، وب عبارة عن عدة خيوط رفيعة متزايدة الطول تمثل جزيئات الRNA، ألف أديان وب RNA.
ننتقل للعنوان الثاني، إظهار دور الإنزيم أهرام بوليميراز. لإظهار دور الإنزيم أهرام بوليميراز تم في تجربة استعمال مركب ألفا أمانيتين المستخرج من الفطر السام المعروف باسمه العلمي أمانيتا فالويدس. هذا المركب هو مثبط نوعي لإنزيم الأهرام بوليميراز، أي يوقف عمل هذا الإنزيم. نتائج التجربة وصورة للفطر السام موضحة في الوثيقة 3. لاحظ الوثيقة 3، النتائج ممثلة على شكل منحنى بياني، وهذه صورة للفطر السام تنبهنا على وجود فطريات سامة. هنا توجد ملاحظة، في تجارب مادة العلوم إذا قمنا بتثبيط عنصر ما كالعضية أو الجزيء ذلك يعني أننا نبحث عن دوره، وإذا مست المادة المثبطة ظاهرة حيوية كتركيب البروتين أو التنفس فإنها تكون سامة للعضوية وأحيانا تكون قاتلة. السؤال، ما هي المعلومة التي يمكن استخراجها من تحليل المنحنى؟ تحليل المنحنى، قبل تحليل المنحنى لنتعرف أولا على كيفية تحليل المنحنى بياني. تحليل المنحنى بياني يتم في 3 مراحل، أولا تحديد الظاهرة المدروسة، ثانيا دراسة تغيرات الظاهرة، ثالثا الاستنتاج. في المرحلة الأولى حدد الظاهرة المدروسة على محور التراتيب أي العينات والمتغير على محور الفواصل أي السينات مع ذكر الوحدات، واكتب يمثل المنحنى تغير كذا بدلالة كذا. في المرحلة الثانية قسم المنحنى إلى مراحل ثم اذكر التغيرات الحاصلة مرحلة بمرحلة واتبع ما يلي، استعمل عبارات التحليل ثبات تناقص ارتفاع إلى آخره. لا تتكلم عن المنحنى بل تكلم عن الظاهرة أو الظواهر المتغيرة واذكر القيم الدنيا والقصوى. حاول قدر المستطاع أن يكون التحليل قصيرا وتنهي التحليل باستنتاج وذلك بإيجاد العلاقة بين المعطيات. وكما قلنا سابقا إذا طرح السؤال ماذا تستنتج بعد التحليل فإننا لا ندرجه كمرحلة ثالثة للتحليل ونجيب عنه منفصلا. ولتسهيل طريقة التحليل سنرى أمثلة عن كل مرحلة. نبدأ بالمرحلة الأولى تحديد الظاهرة المدروسة. المثال الأول، يمثل المتغير على محور التراتيب وهو كمية البروتين المصنعة وتمثل الدلالة على محور الفواصل وهي الزمن، ونكتب يمثل المنحنى تغير كمية البروتين المصنعة بالوحدة الاعتبارية بدلالة الزمن بالثانية، وهذه الجملة هي المرحلة الأولى من التحليل ببساطة. مثال آخر، لاحظ هذا المنحنى، المتغير هو شدة الإشعاع والدلالة هي الزمن، ونقول يمثل المنحنى تغير شدة الإشعاع بدلالة الزمن بالثانية، ونطبق نفس الشيء مع كل المنحنيات حتى إذا احتوى المستوي على أكثر من منحنى فإننا نكتب يمثل المنحنى تغيرات كذا وكذا بدلالة كذا. ثانيا دراسة تغيرات الظاهرة، هذه المرحلة الثانية هي الأهم في التحليل. نبدأ بأول نقطة فيها وهي تقسيم المنحنى إلى مراحل. المثال الأول، لاحظ هذا المنحنى، يقسم هذا المنحنى إلى مرحلتين، المرحلة الأولى من 1 ثانية إلى 3 ثانية ونلاحظ أن الظاهرة تكون فيها ثابتة، المرحلة الثانية من 3 ثانية إلى 5 ثانية ونلاحظ تناقص الظاهرة، ونكتب من 1 ثانية إلى 3 ثانية نلاحظ ثبات الظاهرة ومن 3 ثانية إلى 5 ثانية نلاحظ تناقص الظاهرة. مثال ثاني، هذا المنحنى يقسم إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى نلاحظ ثبات الظاهرة وهي من 1 ثانية إلى 2.5 ثانية، المرحلة الثانية نلاحظ ارتفاع الظاهرة وهي من 2.5 ثانية إلى 3.5 ثانية، والمرحلة الثالثة من 3.5 ثانية إلى 5 ثانية نلاحظ تناقص الظاهرة، ونكتب الآتي. مثال ثالث، هذا المنحنى يقسم إلى مرحلتين واضحتين، المرحلة الأولى في وجود الضوء والمرحلة الثانية في غياب الضوء أو في الظلام. المثال الرابع، هذا المنحنى يقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى قبل حقن الأكسجين والمرحلة الثانية بعد حقن الأكسجين. بعد تقسيم المنحنى إلى مراحل نقوم بذكر التغيرات الحاصلة مرحلة بمرحلة ونستعمل فيها عبارات التحليل ثبات تناقص ارتفاع ظهور إلى آخره. مثال، إذن هنا نقول ثبات الظاهرة وهذا تناقص بطيء وهذا التغير تناقص تدريجي وهذا تناقص سريع وهذا تناقص حاد. مثال آخر، هذا تناسب طردي، عندما يكون المنحنى مرتفع نقول تناسب طردي وعندما يكون منخفض نقول تناسب عكسي، تناسب طردي أو عكسي بين المتغير والدلالة.
مثال ثالث: هذا تناقص حتى ينعدم، وهذا تناقص حتى يكاد ينعدم. مثال آخر: هذا تناقص تدريجي، وهذا ارتفاع تدريجي. وفي التحليل المقارن نقول: تناقص يقابله تزايد، لأنهما يحدثان في نفس الوقت. مثال آخر: في هذه المرحلة نقول ثبات، وفي هذه المرحلة نقول عودة ثبات. مثال آخر: هذا ارتفاع تدريجي. إذا كان في مرحلتين نقول في المرحلة الأولى ارتفاع، وفي المرحلة الثانية استمرار ارتفاع. ونفس الشيء بالنسبة للانخفاض، نقول انخفاض واستمرار انخفاض، وهكذا. إذن هذه بعض العبارات المعروفة في التحليل. أثناء ذكر التغيرات الحاصلة لا نتكلم عن المنحنى، بل نتكلم عن الظاهرة، أي لا نقول المنحنى يرتفع أو المنحنى ينخفض، بل نقول مثلا كمية البروتين ترتفع، كمية البروتين تنخفض، كمية الأرانام ترتفع، وهكذا. ملاحظة أخرى هنا: أذكر القيم الدنيا والقصوى لأنها ذات دلالة. مثلا هنا نقول ثبات تركيز الأكسجين عند القيمة س. مثال آخر: في هذا المنحنى نذكر القيمة س والقيمة العظمى ع والقيمة الدنيا ص. يستحسن أن يكون التحليل قصيرا، حاول أن يكون دقيقا ومختصرا قدر المستطاع بدون إخلال المعنى. المرحلة الثالثة والأخيرة هي الاستنتاج، أي إيجاد علاقة بين المعطيات. سنتعرف على طريقة الاستنتاج في درس آخر. لنقم الآن بتحليل المنحنى ونطبق الطريقة التي رأيناها آنفا. يمثل المنحنى تغيرا نسبا مئوي لتشكل الأرانام بدلالة تركيز المركب السام ألفا أمانيتين، حيث نلاحظ وجود مرحلتين. من الصفر إلى عشرة أس ناقص 3 ميكروغرام على المليليتر، نلاحظ أن النسبة المئوية لتشكل الأرانام ثابتة عند القيمة 100%. ومن 10 أس ناقص 3 إلى 10 أس 0 ميكروغرام على المليليتر، نلاحظ أنه كلما زاد تركيز المركب السام تناقصت النسبة المئوية للأرانام المتشكل حتى تنعدم في التركيز 10 أس 0 ميكروغرام على المليليتر. الاستنتاج: الأران بوليميراز هو الإنزيم المسؤول عن تركيب الأرانام، أي هو الإنزيم المسؤول عن حدوث عملية الاستنساخ. ننتقل للعنوان الثالث: مقارنة بين الأديان والآران. توضح الوثيقة 1 أهم الفروق بين جزيئة الأديان تم التعرف عليها في السنة الثانية ثانوي وجزيئة الآران. لاحظ هذه الوثيقة 1، والسؤال يقول: لخص في جدول أهم الفروق بين جزيئة الأديان وجزيئة الآران. تلخيص أهم الفروق بين الأديان والأرانام في جدول: هذا جزيء الأديان، وهذه نيكليوتيدا منه، وهذا جزيء الأران، وهذه نيكليوتيدا منه. أول فرق يظهر لنا هو عدد سلاسل متعدد النيكليوتيد، فالأديان نلاحظ أنه يتركب من سلسلتين من متعدد النيكليوتيد، بينما الأران فهو يتركب من سلسلة واحدة. لنبحث عن فرق آخر. هنا الأديان يتركب من 4 أنواع من القواعد C, G, A و T، والآران يتركب كذلك من 4 أنواع من القواعد C, G, A و E. إذن يتماثل الأديان والآران في 3 قواعد ويختلفان في قاعدة واحدة، حيث يتميز الأديان بالتايمين T، بينما يتميز الآران باليوراسيل E. هنا يوجد فرق آخر: النيكليوتيد المركبة للأديان تتركب من سكر ريبوز منقوص الأكسجين. لاحظ هنا توجد ذرة هيدروجين H مرتبطة بالكربون الثاني لسكر الريبوز، بينما النيكليوتيد المركبة للأران سكر الريبوز يكون عادي، فنجد هنا OH مرتبطة بالكربون الثاني. إذن وهذه أهم الفروق بين جزيئتي الأديان والأران. يوجد فرق آخر لا تظهره هذه الوثيقة، لا يخص البنية بل يخص التواجد، وهو أن الأديان يتواجد في النواة فقط، بينما الأران يتواجد في النواة وفي الهيولة، وهذا عند الخلايا حقيقية النواة طبعا. ننتقل للعنوان الرابع: تفاصيل عملية الاستنساخ. توصلت الدراسات العديدة والأبحاث العلمية إلى اكتشاف العديد من التفاصيل حول كيفية حدوث عملية الاستنساخ. الوثيقة 4 توضح بعض هذه التفاصيل. لاحظ هذه الوثيقة 4 تحتوي على شكلين: الشكل على اليسار يوضح مراحل عملية الاستنساخ، والشكل على اليمين عبارة عن تكبير لمنطقة حدوث الاستنساخ يوضح تفاصيل العملية. الأسئلة: أولا،
يستخرج العناصر الضرورية لحدوث عملية الاستنساخ. العناصر الضرورية موضحة في هذا الشكل. العنصر الضروري الأول هو المورثة، ممثلة هنا باللون الأزرق. لماذا ضرورية؟ لأنها تحمل المعلومة الوراثية على شكل تتابع لقواعد آزوتية. العنصر الضروري الثاني هو الإنزيم آران بوليميراز، ممثل باللون البرتقالي والأصفر، وضروري لأنه المسؤول عن كل عملية الاستنساخ. العنصر الضروري الثالث هو نيوكليوتيدات حرة تتواجد في العصارة النووية، ممثلة هنا باللون الأحمر، وهي أربع أنواع E, C, A و G. ولماذا ضرورية؟ لأنها الوحدات البنائية لجزيئ الأرنان المتشكل كما تلاحظ هنا. يوجد عنصر ضروري رابع غير ممثل وهو طاقة على شكل ATP. إذن العناصر الضرورية لعملية الاستنساخ أربعة، وهي المورثة، الإنزيم أران بوليميراز، أربع أنواع من النيوكليوتيدات الحرة تسمى ريبونيوكليوتيدات، وهي يوريدين، سيستيدين، أدينوزين وغوانوزين، بالإضافة إلى طاقة على شكل ATP. ثانيا، حدد مراحل حدوث عملية الاستنساخ مع التعليل. لنحدد مراحل العملية بالاعتماد على هذا الرسم التخطيطي الذي يوضح مراحل حدوث عملية الاستنساخ. لنبدأ بالرسم الأول. لاحظ هذه مورثة ممثلة باللون الأزرق، بها منطقة بداية بالأخضر ومنطقة نهاية بالأحمر، وهذا الإنزيم آران بوليميراز ممثل باللون الأحمر. لاحظ أن الإنزيم لم يرتبط بعد بالمورثة، وبالتالي لم تنطلق بعد عملية الاستنساخ. إذن الرسم الأول لا يمثل أحد مراحل عملية الاستنساخ، بل يمثل الوضعية التي تكون فيها المورثة قبيل الاستنساخ. في الرسم الثاني لاحظ أن الإنزيم آران بوليميراز ارتبط بمنطقة بداية المورثة وبدأ في تركيب جزيء الآرانا. إذن يمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة البداية. لماذا؟ لارتباط الإنزيم ببداية المورثة وانطلاق عملية الاستنساخ. في الرسم الثالث لاحظ أن الإنزيم آران بوليميراز انتقل على طول المورثة، ولاحظ كذلك استطالة جزيء الآرانا. إذن يمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة الاستطالة، لانتقال الإنزيم على طول المورثة واستطالة الآران آم المتشكل. في الرسم الرابع لاحظ أن الإنزيم آران بوليميراز انفصل عن المورثة وانتهاء تركيب الآران آم المتشكل. يمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة النهاية. لماذا؟ لوصول الإنزيم إلى نهاية المورثة وانفصاله وتوقف عملية الاستنساخ. إذن عملية الاستنساخ تتم في ثلاث مراحل، وهي البداية، الاستطالة، والنهاية. السؤال الثالث، لخص في نص علمي كيفية حدوث عملية الاستنساخ. تلخيص عملية الاستنساخ في نص علمي: تتم عملية الاستنساخ في ثلاث مراحل، بداية، استطالة، ونهاية. لاحظ هذه العناصر الضرورية لعملية الاستنساخ: المورثة، النيوكليوتيدات الحرة، والإنزيم آران بوليميراز بالإضافة للطاقة. في المرحلة الأولى، مرحلة البداية، يتحرك الإنزيم ويتثبت على منطقة بداية المورثة، يكسر الروابط الهيدروجينية ويفتح السلسلتين، ثم يقوم بقراءة تتابع القواعد الأزوتية على إحدى السلسلتين، ويجلب النيوكليوتيدات الحرة المتواجدة في العصارة النووية ويثبتها على القواعد الأزوتية الموافقة لها، وهكذا يبدأ في تشكيل جزيء RNA. السلسلة التي يقوم الإنزيم بقراءتها تسمى السلسلة الناسخة أو المستنسخة، والسلسلة المقابلة تسمى السلسلة غير المستنسخة. ونكتب: يرتبط الإنزيم آران بوليميراز ببداية المورثة، يكسر الروابط الهيدروجينية ويفتح السلسلتين، يقرأ تتابع النيوكليوتيدات على إحدى السلسلتين وتسمى السلسلة الناسخة، ويثبت النيوكليوتيدات الحرة المكملة لها في سلسلة جديدة وهي الآرانام المتشكل. في المرحلة الثانية، مرحلة الاستطالة، ينتقل الإنزيم على طول المورثة ويواصل قراءة تتابع القواعد الأزوتية على السلسلة المستنسخة، ويجلب النيوكليوتيدات الحرة المكملة لها ويثبتها على جزيء الRNA فيستطيل هذا الأخير. ونكتب: ينتقل الإنزيم آران بوليميراز على طول المورثة، يقرأ تتابع النيوكليوتيدات على السلسلة الناسخة، ويربط النيوكليوتيدات المكملة لها فيستطيل جزيء الRNA المتشكل. ولاحظ هذه اللحظات الأخيرة من مرحلة الاستطالة. في المرحلة الثالثة، مرحلة النهاية، ينفصل الإنزيم آران بوليميراز عن المورثة وتلتحم سلسلتي الأديان من جديد، تتوقف استطالة جزيء الآران كذلك الذي ينفصل بدوره عن المورثة. ونكتب: يصل الإنزيم إلى نهاية المورثة
فينفصل عنها وتلتحم السلسلتين من جديد، وتتوقف استطالة الآرنام وينفصل عن المورثة. ننتقل للعنوان الخامس، العلاقة بين الأديان والآرنام المستنسخة. توضح الوثيقة خمسة قطعة من جزيء الأديان وقطعة الآرنام الناتجة منها بعد الاستنساخ. لاحظ هذه الوثيقة خمسة، في الأعلى قطعة أديان تتركب من سلسلتين، سلسلة مستنسخة وسلسلة غير مستنسخة، وهذا الآرنام المستنسخ منها. الأسئلة: أولا، بالاستعانة بالوثيقة أربعة حدد تتابع القواعد على سلسلة الآرنام في الوثيقة خمسة. ثانيا، استنتج العلاقة بين الأديان والآرنام. تعيين تتابع القواعد على الآرنام في الوثيقة خمسة بالاستعانة بالوثيقة أربعة. لاحظ هذه الوثيقة خمسة التي طلب تعيين القواعد على جزيء الآرنام فيها، وهذه الوثيقة أربعة وهي تكبير لمنطقة حدوث الاستنساخ. لاحظ هذه السلسلة المستنسخة من الأديان، وهذه سلسلة الآرنام المتشكلة منها، لنتعرف على كيفية تقابل القواعد الآزوتية بينهما، بين السلسلة المستنسخة والآرنام. لاحظ هنا التايمين تي في السلسلة المستنسخة يقابله الأدينين آ في الآرنام، وهنا كذلك تي يقابله آ والتي يقابله آ، إذن التايمين تي يقابله الأدينين آ. لاحظ كذلك هنا الأدينين آ في السلسلة المستنسخة يقابله اليوراسيل في الآرنام، هنا كذلك آ يقابله إي، إذن آ يقابله إي، والجوانين جي يقابله السيتوزين سي، هنا كذلك جي يقابله سي، إذن جي يقابله سي، وكذلك السيتوزين سي يقابله الجوانين جي، وهو غير موضح في الرسم. بناء على هذه القاعدة سنقوم بتعيين القواعد الأزوتية في الآرنام انطلاقا من السلسلة المستنسخة. تي يقابله آ، جي يقابله سي، سي يقابله جي، سي يقابله جي، آ يقابله إي، آ يقابله إي، وهكذا نكمل بقية القواعد الأزوتية لجزيء الآرنام المتشكل. ثانيا، استنتاج العلاقة بين الأديان والآرنام. الأديان يتركب من سلسلتين، لنتعرف على العلاقة بين السلسلة المستنسخة والآرنام والعلاقة بين السلسلة الغير مستنسخة والآرنام. نبدأ بالسلسلة المستنسخة والآرنام. كما رأينا آنفا نقول يوجد تكامل في القواعد الأزوتية بين السلسلة المستنسخة للأديان والآرنام المتشكل انطلاقا منها، بحيث T يقابله الآ، الآ يقابله الإي، جي يقابله السي، والسي يقابله الجي. ونكتب العلاقة بين السلسلة الناسخة والآرنام هي التكامل في القواعد الأزوتية. لنرى الآن العلاقة بين السلسلة غير المستنسخة والآرنام، لنقارن بين السلسلتين. الآ في السلسلة الغير مستنسخة يقابله آ في سلسلة الآرنام، إذن آ يقابله آ، سي يقابله سي، جي يقابله جي، جي يقابله جي كذلك، والتي يقابله إي. نلاحظ أنه يوجد تماثل في القواعد الأزوتية بين السلسلة الغير مستنسخة والآرنام، ما عدا استبدال التايمين تي باليوراسيل إي. ونكتب العلاقة بين السلسلة غير الناسخة والآرنام هي التماثل في القواعد الأزوتية مع استبدال التايمين تي باليوراسيل إي. وفي الأخير نلخص أهم ما توصلنا إليه من معلومات في خلاصة. تحدث عملية الاستنساخ في النواة، ويتم خلالها تركيب جزيئات الآرنام انطلاقا من إحدى سلسلتي الأديان، السلسلة الناسخة في وجود إنزيم الآرن بوليميراز. وآلية عملية الاستنساخ التي رأينا في هذا الدرس تذكرنا بآلية تضاعف الأديان، فكلاهما يعتمد على نفس القاعدة وهي التكامل في القواعد الأزوتية. تخضع عملية الاستنساخ لتكامل النيوكليوتيدات بين سلسلة الآرنام والسلسلة الناسخة. إذن ينتج عن عملية الاستنساخ جزيء آرنام الذي سيكون الرابط بين جزيء الأديان في النواة ومقر تركيب البروتين في الهيولة. وإلى هنا نكون قد أنهينا الدرس الثالث من وحدة آليات تركيب البروتين استنساخ المعلومة الوراثية، وشكرا.